ايه اللي انت عملته ده يا شيخ شمس المره اللي فاتت؟ انا ما عملتش، انا اللي شفته قلته. طب انا ايه اللي بيحصل لي من ساعه ما شفته؟ ايه اللي بيحصل لك؟ بشوف نفس الصوره، ما بتفرقش عينيا. صوره قاروره الزيت اللي بيغلي بين حجرين. اي، وهتفضلي تشوف الصوره دي لحد الاكابر ما يعفو عن معتز وعنك. يعني ايه؟ يعني اللي سمعتيها مدام. انا مش فاهم. الزاني والزانيه في النار. برافو يا شيخ شمس، ده انت طلعت داهيه وانا مش واخده بالي. انا اللي عندي قلته، بس انا اللي عندي لسه ما قلتوش. لو سمحتي اتفضلي يا مدام، انا ظروفي ما تسمحش ان انا اقعد معاكي اكتر من كده، وزوجتي مش موجوده. بس انا عاوزاك يا شيخ شمس. عايزه ايه؟ استغفر الله العظيم. عايزك في مشوار، مش انت خايف تقعد معايا لوحدك؟ ولا انت مش خايف؟ اللهم ثبتني كما ثبتت يوسف عبدك، اللهم ثبتني كما ثبتت يوسف. الله يخرب بيتك يا حياة. السلام عليكم. عليكم السلام. انت كنت فين كل ده؟ كنت بجيب خزين البيت. اهلا وسهلا يا هانم، يا الف اهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا. دقيقه واحده احط الحاجات دي في المطبخ واجي اسلم على حضرتك على طول. شربتوا حاجه؟ المدام نازله يا حياه. وده ينفع برضو؟ ما يصحش تنزل كده من عندنا من غير ما تشرب حاجه. ده انا حتى عامله رز بلبن حلو قوي هيعجبك. الله، انا بحبه قوي. هجيب لك طبق من عيني. اتفضل. قرب يا شيخ شمس. بعد ما ناكل رز بلبن انزل على طول نروح المشوار. حضرتك قلت انك عايزاني، قلت لك اتفضلي بيتي. انا محتاجة لك يا شيخ شمس، الموضوع بجد مش هزار. نروح فين يعني؟ احكي لك في السكة، هاخدك وارجعك. الموضوع كله مش أكتر من ساعتين. الحكاية دي ما تنفعش هنا؟ ما ينفعش. يلا. يلا في ايه؟ ايه؟ مش هتطلع معايا؟ لا، أنا لا أجتمع معك في مكان واحد أبدا. أخصى عليك بعد كل اللي أنت سمعته برضو. أنا عاوز أفهم، أنت ليه عاوزة تطلعي شقة والدتك دي وهي مسافرة؟ ما هو أنت لما تطلع هتعرف. يا ستي أنا مش هطلع معاكي، وقصتك اللي أنا سمعتها دي أنا ما أقدرش أعمل لك فيها حاجة. عاوزة تطلعيني معاكي ليه بقى؟ أما تطلع هتغير رأيك وهتعمل كل اللي أنا هطلبه منك. إيه؟ يعني عاوز تشتريني يعني؟ أنا لا أشترى بمال ولا حتى باستغفر الله العظيم. أنا لا أشترى بالمال. بلاش المال، خلينا في الجمال. قرب يا شمس، قرب، ما تخافش. استغفر الله العظيم يا رب. يلا خليني اوصلك عشان تلحق تروح لمراتك.